أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات ليكن كوك. السلسلة دي عبارة عن حلقات تخلي الطبخ متناول الجميع. نتمنى أنها تخليكم أكثر سعادة لما تكونوا في المطبخ وتستمتعوا بوقتكم أثناء عمل الوصفات. أنا سونا. وأنا ليسا. أنت بتحبي الطبخ؟ أيوة. بتحسي بإيه لما بتقدمي وجبة لحد وبيقولك إنها لذيذة؟ أشعر بالفخر. بتحسي بالفخر. اوكي، هنعمل ايه النهاردة يا ليسا؟ نعمل بسكويت الأنزك. انت بتحب البسكوت؟ ايوة. يلا نجهز معداتنا يا سونا. حاضر. دي هي المكونات اللي هنستعملها اليوم. هنبدأ بغسل الإيدين عشان نحافظ على النظافة العامة ونظافة الطعام. خلينا نسخن الفرن لدرجة 160 درجة. كوبين ونص من الطحين لو سمحتي يا سونا. حاضر. بسرعة بسرعة. أنا بحاول على قد ما أقدر. دلوقتي نغربل الدقيق عشان ما يكون في كتل. عايزة كوبين من الشوفان لو سمحتي. اوكي، ودي كوباية. شكرا لك. انا في خدمتكم. 3/4 كوب من السكر الكاستر لو سمحتي يا سونا. اكيد. ده شكله كتير. انا حطيت نص وزودت ربع. شكرا. احنا كده مش هنحتاج ناكل لحد اخر اليوم. كوب ونص من جوز الهند المتجفف. ودي كوباية واحدة. ودي نص كوباية. يلا نخلط المكونات مع بعض. ليه بنقطع الزبدة لمكعبات يا ليسا؟ عشان تدوب في الحلة بسرعة. أكيد. وأربع ملاعق من شراب السكر المركز أو العسل. راح نخلي العسل على الزبدة. كمان نضع درجة الحرارة رغم 5. دي حرارة متوسطة، ونتأكد إن الزبدة ساحت قبل ما نروح للخطوة اللي وراها، اللي هي إضافة بيكربونات الصودا، وأحياناً بيبقى اسمها بيكنج صودا، مش كده؟ أيوة. بعد ما شكتها الموديل مالك. شكراً. نخط ملعقة شاي من كربونات الصودا على 3 ملاعق موية مع الزبدة وشراب السكر. واو. هيبقى خفيف ويعمل رغوة. شكله حلو، وانت كمان فرحانه بالنتيجه. ايوه. نقوم نضيف المكونات السائله والمكونات الجافه ونبدا نخلطهم مع بعض لحد ما يمتزجوا، وبيكون تمرين كويس. ده تمرين كويس جدا للعضلات. ايوه. انا شم ريحه الكراميل. رايحته حلوه. دلوقتي الخليط جاهز ونقدر نعملها على شكل بسكويت. نعمل البسكويت شكل كرات. تستخدمي ايه؟ ملعقه بتاع الطعام. معلقه عشان تفرديها. نضغط عليها عشان تكون مسطحه. ايه ده، دي لزقت. نخد البسكويت في الفرن لمدة 12 دقيقة. أنا عايزة أدوق البسكوت بصراحة. وأنا كمان. ودي ليكي. شكرا لك. ودي ليا. دي لذيذة. بالهنا والشفا. وإنتي كمان. أشوفكم في المرة الجاية في لوك آند كوك. شكرا لكم كلكم.
هو انا ممكن اخد بسكوت تاني؟ طبعا.